النهاردة عبد الفتاح السيسي بقى رئيس مصر. اللحظة اللي بتعيشها مصر النهاردة أهم من 30/6 وأهم من 3/7 على مستوى عبد الفتاح السيسي. بانحياز تام لمرشح وصفوه بالزعيم ومن دون استثناء لأي من الفضائيات المصرية الخاصة، اعتبرت تقارير صحفية أن تغطية الإعلام المصري للانتخابات الرئاسية انحرفت عن مسار الحيادية لتدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عبد الفتاح السيسي وتحشد له جماهيريا وشعبيا. التقارير أوضحت أن هذا الانحياز بدأ حتى قبل انطلاق السباق الرئاسي مع حملات التعبئة للتصويت بنعم على الدستور المعدل في يناير الماضي، حين اعتبرت وسائل الإعلام المصرية وقتها أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على شعبية السيسي وشرعية 30 من يونيو. هذا الانحياز الإعلامي بلغ ذروته مع الشائعات التي ارتبطت بأسماء بعينها حول نيتها الترشح في الانتخابات الرئاسية، لتبدأ حملات التشويه وموجة غير مسبوقة من الانتقاد لتلك الأسماء مثل أبو الفتوح وخالد علي والفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق. حملات النقد استمرت بالرغم من إعلان هؤلاء عدم نيتهم خوض الانتخابات. على ماذا اعتمد سامي عنان لكي يرشح نفسه؟ الإخوان يوم ما هينتخبوا، على فكرة هينتخبوا سامي عنان مش عبد المفتوح برضه. بتعمل إيه حضرتك؟ يعني تشرح لنا كده بتعمل إيه؟ ناوي فعلا ترشح نفسك للرئاسة؟ يعني ناوي بجد سيريس يعني بجدية؟ هجوم عزز من اتهام هذه القنوات ليس فقط بالانحياز وإنما أيضا بعدم المهنية. المواطن حمدين صباحي قرار الشخصي أن يخوض معركة. حتى هذا الإعلان تعامل معه الإعلام المصري باعتباره دعما لنزاهة العملية الانتخابية وجديتها، فجاء ترحيب بعض الإعلاميين بقرار حمدين صباح الترشح للرئاسة. صباحي وبالرغم من دور المشارك وليس المنافس الذي فرضه عليه الإعلام، لم يسلم من نقد البعض الآخر من الإعلاميين له والهجوم عليه. حمدين أنا بنصح يشتغل بجد على الأرض الفترة اللي جاية، يعني من هنا عشان يعمل حسابه على انتخابات 2022. وجاءت استضافته في هذه القنوات أسوة بالمشير بمثابة رغبة القائمين عليها في الرد على الاتهامات بالانحياز. عليا عز الدين، العربية.